السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده من على كورنيش المقطم، وده كده ده من على كورنيش المقطم، وهو ده مصر من فوق، كوبري الحضارة قدامنا والمتحف الحضارة هو اللي هناك. ده متحف الحضارة، تمام. ودي مصر بقى من فوق، حاجة كده فوق الخيال وفوق الروعة. أنا أول مرة هي أشوفها كده بالليل بالجمال ده، حاجة جميلة جدا. شوفوا مصر وجمالها.